مصطلح بتقدر تحكي عنه إنه عنوان معاناة الفلسطيني، والإشي اللي بذكره دايماً إنه تحت احتلال وحياته أبداً مش طبيعية. طيب شو هو المحسوم؟ كيف بدأ؟ وليش الفلسطينيين بيعتبروه لعنة ونفسهم يخلصوا منها؟ خليك معاي وبنعرف. بدأ استخدامه من أيام الاستعمار البريطاني على فلسطين، وهذا طبعاً بهدف إذلال الفلسطينيين والضغط والتضييق عليهم، وكمان لحتى يقللوا الأخطار اللي ممكن تيجي من جهتهم. أشكاله كثيرة، أوقات بكون مكون من سواتر ترابية، وأحياناً من كتل خرسانية أو معدنية وبرج مراقبة، أو حتى جبات عسكرية مليانة جنود. هاي هي مكونات الحاجز أو المحاجز. قبل ما يطلعوا المشكلة أنه المحسوم أو نقطة التفتيش بتكون مزدحمة في الغالب. يعني مثلاً هذا المحسوم، شايفين قديش الناس مزدحمين عليه؟ هذا اسمه محسوم 300 اللي بسد الطريق بين بيت لحم والقدس، وبيعبر من خلاله 15,000 عامل يومياً. أنت متخيل الرقم؟ لا حالتك الإنسانية ولا وضعك الصحي بيحميك من هاي الإساءة. فمثلاً من سنة 2000 لحد 2006 في حوالي 68 سيدة حامل ولدوا على المحسوم، وهذا كله بسبب مماطلة الجنود وعدم السماح لهم بمرورهم، طبعاً غير القتل الميداني اللي بنشوفه من بين حين لآخر. هذا باختصار هو المحسوم. إذا إلك تجربة معاه أو بتعرفه احكي لنا بالتعليقات.